السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو اليوم خاص بالمستوى الرابع الجيد في الرياضيات، الدرس رقم 28 الذي يدخل ضمن دروس الوحدة السادسة. عنوان الدرس قياس السعة. عندما نتحدث عن السعة يعني اوتوماتيكمون في العقل ديالنا نتحدث عن الأمور السائلة، يعني زيت، حليب، ماء إلى آخره، يعني مواد اللي هي سائلة. في هذا الدرس خص التلميذ يعرف يتمكن من معرفة الوحدة الأساسية لقياس السعات وكذلك جدول التحويلات. مش كنهضروا على السعة، كنهضروا على اللتر في هذه المرحلة، وخصو يعرف أجزاء اللتر ومضاعفات اللتر. مهم في هذه المرحلة غادي نهضروا غير على اللتر وأجزائه. إذا قبل ما نبدأ التمرين، التلميذ يعني فاش كنجيو نحسبوا مثلا أي سائل غالبا ما نستعمل اللتر، حتى في الامور العاميه ديالنا يعني في الاستعمال اليومي، لتر زيت، لتر حليب، نصف لتر، لتران. اذا هذا الوحده الاساسيه لقياس السعات. اذا هذا عنده واحد الاجزاء كما المتر، كما الامور الاخرى اللي هضرنا عليهم الغرام. اذا غادي تكون عنده الديسيلتر، سنتيلتر، والميلي لتر. اتمنى ان الكتابه تكون واضحه. وبالنسبة لي غادي نقراو في هاد الدرس الديكالتر والهكتو لتر. هاد الجدول خص التلميذ يكون مرسخ له في الدماغ ديالو. مثلا عندما نتحدث على واحد لتر، ابحث عن الخانة اللي مكتوبة فيها اللتر واكتب واحد. اذا اردت تحويله للاجزاء ساضيف الاصفار. واحد لتر يساوي واحد لتر يساوي 10 ديسيلتر. هاد واحد لتر الا بغيت نبدلها لسنتيم، نحولها لسنتيمتر، ساضيف صفر اخر، يعني واحد لتر يساوي 100 سنتي لتر. نفس هاد الواحد الا بغيت نحولها للميلي لتر ستساوي واحد لتر يساوي 1000 ملي لتر. انتبهوا، هاد الواحد الا بغيت نحولها هاد المره لديكالتر، نفس الحويج اللي كنا تعلمنا في تحويل المتر والجرام، يعني صفر وغادي نضيف الفاصلة. اذا واحد لتر يساوي 0.1 ديكالتر. هذا الشيء غير يعني اطلاله سريعه اللي غادي نشوفه في الدرس. انتبه، التمرين رقم واحد، تزود تعاونية فلاحية شركة بالحليب يوميا في أواني التالية. تعاونية للحليب، حنا كنعرفوا أن نظام التعاونيات مثلا في القرى، يعني هناك ناس اللي كتدور على الديور أو كتجمع الحليب، أو اللي كيكون عندها مجموعة من الأبقار وتقوم يعني بالحليب بجمع الحليب ديال هاد الأبقار وتبيعها. يعني التعاونية فين كتبيعها؟ للشركة ديال الحليب يوميا. نشوفوا هاد التعاونية شحال كتعطي، للشركة. عندنا قنينتان من فئة واحد هكتولتر، انتبهوا للوحدات، واحد هكتولتر، وقنينتين من فئة أربعة ديكالتر، وعندنا قنينة من فئة ثلاثة ديكالتر، وقنينة من فئة سبعة لتر. إذا شحال من قنينة في المجموع؟ عندنا ستة، ولكن بأحجام، بسعات، مختلفة. إذا علمت أن واحد ديكالتر كتساوي لنا وعشرة لتر، يعني عطاونا التحويلات، فأحسب باللتر ما باعته التعاونية في يوم. إذا باش نسهلوا علينا عملية الجمع سنحولها إلى أصغر وحدة. من ضمن هاد الوحدات كاملين اللي عندنا، اللتر هي أصغر وحدة. سهلوا علينا المسألة، واحد هكتولتر شحال كتساوي من ديكالتر؟ عشرة، ولكن انا بغيت نحولها لتر. اذا ساعود الى الجدول اللي رسمت لكم قبل في بدايه الفيديو اللي هو كالتالي. ساقوم برسم الجدول، لتر، ديسيلتر، سنتيلتر، المليلتر. عندنا هنا الديكالتر وهنا الهكتولتر. إذا سأقوم بوضع واحد هكتولتر، سأبحث على الهكتولتر سأضع فيه واحد، وسأقوم بتحويله إلى اللتر، يعني غادي نوصل بالأصفار حتى لحد النقطة. إذا واحد هكتولتر تساوي 100 لتر. نحاول نكتبها لكم هنا، هي كتساوي لنا 100 لتر، يعني حتى هنا غتكون عندي 100 لتر.
الآن سأعمل على تحويل 4 ديكالتر لتر، إذا سأضعها في الجدول فين هي 4 وسأحولها لتر، تساوي لنا 40. إذا هذا هو الأمر اللي غادي نكتب في هذا المكان. إذا هذه تساوي 40 لتر، تساوي 40 لتر. 3 ديكالتر بنفس الطريقة ستساوي 30 لتر، ونقوم بالمجموع. إذا باش ما نطولش عليكم غادي نحاول نكتب المجموع حنا. إذا عندي 100 زائد 100 زائد 40 زائد 40 زائد 40 زائد 40 زائد 30 زائد 7. 7 زائد لا شيء تساوي 7. 4 زائد 4 8 و3 11. وتبلي عندي 1 زائد 1 زائد 1 3. 317. 317. إذا أحسب باللتر ما بعته التعاونية في اليوم، هو اللي غادي نحاول نكتبه هنا عاوتاني أفقيا. 100 زائد 100 تساوي 200 زائد 40 240 زائد 40 280 زائد 30 310 زائد 7 317. ماذا؟ لتر. أعتذر، الكتابة دابا عاد وضحت لنا أفقيا. بالنسبة للتمرين رقم 2، ألاحظ السعات المكتوبة في كل بطاقة ملصقة على الأواني المرسومة ثم أرتبها. عندي 3 ديال الأواني، واحدة قنينة من فئة 5 لتر لماء جافيل، والثانية قنينة بفئة 75 ديسيلتر من الخل، والأخيرة قنينة أو لا لعطر، ويعني السعة ديالها هي 10 ملل. إذن اولا باش يعني يكون عندنا التحويل ديالنا صحيح، خصنا نحول باش نديروا المقارنه صحيحه، خصنا نحولوها لنفس الوحده، يا اما اللتر يا اما الديسيلتر يا اما السنتيمتر. سنعمل على تحويلها باش كنسهل، ربما تخطاو في الفصيله وفي مقارنه الاعداد العشريه وخدرناهم. نحاولوا نحولوهم لاصغر وحده هي المليلتر. غنعتمد على نفس الجدول اللي اعتمدته قبيلات. اذا عندي 5 لتر ساكتبها في اللتر، وساقوم بتحويلها للمليلتر، أضيف الأصفر بالطريقة. إذا 5 لتر تساوي 5000 مللتر. إذا هنا تساوي 5000 مللتر. سأحول 75 ديسيلتر، سأضعها الديسيلتر سأضع فيه الوحدات، و7 سأضعه هنا وأحوله المليلتر. إذا تساوي 7500 مللتر. إذا هذه 7500 مللتر، وهنا عندي 10 مللتر. إذا دابا سهل، سأقوم بمقارنة 5000 مع 7500، وعندي هنايا 10 10. إذا الرمز اللي عطينا هو رمز أصغر، إذا سأضع أصغر وحدة هنا اللي هي 10 مللتر، وهنا العدد اللي موراها هو 5000 اللي كيعاد لنا 5 لتر، والعدد الأكبر هنا هو 75 ديسيلتر. تمرين رقم 3، ملأ فلاح برميلا من الزيت سيعته، قبض الزيت ديالو وعمره فواحد البرميل، السيعة ديالو 1 هكتوليتر، وداك مستعملا غادي يبقى يعمر واحد الإناء اللي السيعة ديالو 1 ديسيلتر، وكيخوي في هذاك الإناء الكبير في ذاك البرميل، كم مرة أفرغ؟ الطريقة اللي غادي نديرو، أولا سنقوم بتحويل 1 هكتوليتر لديكاليتر اللي غادي يساوي لنا 10 ديكاليتر. وشحال هو استعمل؟ استعمل بحال فاش كنبغيو نعمرو مثلا البيدود الزيت، ديما كتشوف الام ديال كتستعمل واحد الغراف عاد كتخوي فيه. اذا هو باش يستعمل واحد البرميل كبير، واحد البوطه كبيره، غادي يستعمل واحد الاناء اخر اللي كيهز 1 ديسيلتر باش يعمر 10، واحد ديكاليتر باش يعمر 10 ديكاليتر. اذا شحال مره؟ سنقوم بقسمه 10 على 1 اللي غتعطينا 10 مرات، 10 مرات. التمرين رقم 4، سعة قنينة دواء هي قنينة ديال الدواء
22 سنتيلتر. ما هي الكمية الدواء باللتر اللازمة لما 30 قنينة من هذا النوع؟ انتبهوا، الأمر بسيط جدا. عندنا القنينة ديال الدواء فيها 22 سنتيلتر، احنا بغينا نعمرو 30 وحدة. إذا سنقوم بضرب 22 في 30 غتعطينا بالسنتيلتر، وعاد نحولوها للتر. إذا بهذه الطريقة هذه سأقوم بوضع 22 في 30، 0 في 2 0، 0 في 2 0. سأضع على ما كنحسب بهذه الطريقة للناس اللي ما كتفهمش أو للناس اللي ضعيفة بزاف. 3 في 2 6، 3 في 2 6، الجمع 0 6 6. ماذا؟ 660 سنتيلتر. ولكن في التمرين مطلوب مني انني نحولها لاتر. اذا غادي نرجع للجدول ديالي اللي هو اللي رسمت وغادي نحول فيه. ساضع 660 سنتيلتر، يعني الوحدات هنا، وساقوم بتحويلها لاتر. اذا 6.6 لاتر، اذا نوع نفسه هي 6.6 لاتر. رقم 5، اكتب في الجدول السيعات التاليه. اذا هذا الجدول هذا نحاول نكتب فيه هذه السيعات. عندي انبدا 15 الديسيلتر، اذا اول حاجه سابحث على الخانه وساكتب فيها الوحدات. اذا هنا واحد وهنا 5. نحاول نطول هذا الجدول شويه باش يمكن لي نوضع جميع الاعداد. هنا 125 ماذا؟ مليلتر. اذا غادي نحاول نقلب على الخانه ديال المليلتر وغادي نوضع فيها الوحدات. 5 2 1. 9235 سنتيلتر، نقلب على الخانة السنتيلتر هي هذه ونوضع فيها الوحدات ونكمل الكتابة ديالي. 5 3 2 9، 5 لتر. إذا سأبحث على اللتر وأضع فيه 5، وبنفس الطريقة نوضع 45 ماذا؟ ديكالتر. سأبحث على الخانة الديكالتر هي هذه وكنكتب فيها الخمسة وأضع أمامها الأربعة. 7.5 هكتولتر، كيفاش غادي نديرها؟ إذا هنا فين هو رقم الوحدة؟ هو 7 الجزء الصحيح. إذا سأضعه هنا، كنضع الفاصلة هنا، فاصلة 5. بنفس الطريقة غادي نخدم العدد اللي بقى لي.